تواصلات مع قنوات تخص هذا الأمر. ذكرتم قبل قليل أن أي حل بالإكراه سوف يغير من مواقفكم السياسية. ما هي قراءة الجماعة للتصريحات الأخيرة؟ هذه إشارة الحقيقة إلى أن دورنا الآن كجماعة في المعارضة السورية هي دور موازي ومصلب لمصالح الثورة. إذا رأينا أن مصالح الثورة أصبحت مهددة وأن الحل سوف يفرض عالميا ومن قبل قوى لا قبل لنا بمواجهتها، فإننا لن نوافق على ذلك ولن نكون شهود زور على ذلك. وفي هذه الحالة تكون نحن الآن في نعمل في صفوف المعارضة لتحقيق مصالح الثورة لا للعمل السياسي كعمل مجرد. وعندما نشعر أن دورنا في تحقيق مصالح الثورة أصبح مهددا وأن الثورة نفسها أصبحت مهددة وأن العالم يفرض علينا حلا ليس في صالح الشعب السوري، فسوف ننسحب من كل العمليات التفاوضية ومن كل العمليات السياسية ولن نكون شهود زور على ذلك. وكما تعلمون نحن جماعة السياسة جزء من عملها، نحن لدينا العمل الدعوي، العمل الفكري، العمل الإغاثي وكل الأعمال، نقوم بالأعمال التي تتطلبها ثورتنا خارج وداخل بلادنا وما نحسب أنه يحقق مصالح الثورة. في البيان الذي تمت قراءة الوثيقة أن بعد ولايته يحق له أيضا حق الترشح وغير ذلك أو إلى سنة وغير ذلك، ونرجو أيضا أن تطلعونا إن كان لديكم معلومات. لا نعلم عن أي فصيل ثوري أو كيان سياسي عبر بطريقة أخرى عن هذا الموضوع. وحالياً نشهد معركة تحمل عنوان غزوة الدول التي ترعى وتدعم بشار الأسد سواء روسيا أمريكا إيران. نحن كما